الحرقان وحموضة المعدة، أسبابها وعلاجها. هي أحد المشاكل الصحية التي تؤرق ملايين من البشر، إذ تحول أوقاتهم إلى جحيم لا يطاق، وإذا ما أصابتهم وهم نيام قلبت ليلهم إلى نهار. وحموضة المعدة تطارد أوقات سعادة الإنسان لتجعلها أوقات بؤس وكآبة لا أوقات سعادة. حموضة المعدة تحدث فجأة وبلا مقدمات لتعكر مزاج الشخص المصاب وتصيبه بحالة من الارتباك العصبي والتوتر النفسي. الشعور بحموضة المعدة هو عبارة عن شعور بحرقان في منطقة المعدة والمريء. تحدث حموضة المعدة تزامنا مع اندفاع الحامض إلى المريء، ويحدث ذلك بسبب ضعف العضلة العاصرة. هي مشكلة في الجهاز الهضمي، لكن لا يمكننا اعتبارها مرض بالمعنى الحرفي لكلمة مرض، أي أنها ليست ناتجة عن مرض عضوي، بل ناتجة عن اضطراب هضمي مؤقت فقط. لذلك ليس هناك أي داع للقلق من موضوع الحموضة، فليس فيها أي شيء من شأنه أن يعرض حياة الإنسان للخطر أو أن يمهد لقدوم أمراضا أخرى. بإمكانك التعايش مع هذا المرض أو الاضطراب الهضمي كما نقول طول الحياة، وبالإمكان الحد منه بالقليل من العقاقير البسيطة وبعض الأنماط الغذائية الصحية. أسباب حدوث الحموضة: هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى حدوث حموضة المعدة، مثل تناول وجبات الطعام بسرعة وبدون مضغ جيد، وتناول الطعام الدسم الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والزيوت. أيضا تناول الطعام كثير المكونات الحارة والتوابل والبهارات والبصل والثوم يسبب تهيج في المعدة ويؤدي إلى نشوء الحموضة والحرقان. كما أن الأطعمة المقلية تحفز الحموضة أيضا، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والزيوت. أيضا تناول الطماطم والشوكولاتة يسببان فوضى في المعدة ويحفزان الحموضة، وشرب المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية يؤدي إلى تهييج المعدة وحدوث الحموضة. أيضا لا ينصح المصابون بحموضة المعدة المزمنة بأن يتناولوا الأكلات الساخنة جدا أو الباردة جدا، لما لذلك من دور مساعد في نشوء الحموضة والحرقان. علاج الحموضة في المعدة: أولا شرب الماء بعد كل وجبة هو أمر ضروري من أجل تلطيف هيجان الحمض داخل المعدة، والاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة هو فعل سيء، لأنه يساعد على خروج الحمض من المعدة ووصوله إلى المريء. لذلك ينصح بعد تناول الطعام بالوقوف أو المشي أو الجلوس. كما أن النوم بعد تناول الطعام مباشرة هو فعل في غاية السوء والخطورة، فالنوم يساعد الحمض على الخروج من المعدة والوصول إلى المريء. لذلك ينصح الإنسان بعدم النوم قبل مضي ساعتين أو 3 ساعات من بعد آخر وجبة طعام. الإقلاع عن التدخين هو أمر ضروري عند المدخنين الذين يعانون من حموضة وحرقان المعدة، فالتدخين يحفز الحموضة ويوقف إفراز اللعاب الذي من شأنه ترطيب المريء والتصدي لحرقة الحمض الذي في المعدة. أيضا تجنب الانفعالات والحفاظ على الهدوء من شأنها أن يساعدك في مكافحة الحموضة، فالعصبية والتوتر والحالات النفسية السيئة من شأنها أن تسبب الحموضة والحرقان. وعند النوم ينصح الشخص المصاب بالحموضة المزمنة بأن يضع رأسه فوق وسادة مرتفعة بعض الشيء لكي لا ترتد الحموضة من معدته وهو نائم وتصل إلى المريء فتحدث عنده الحموضة. التقليل من تناول المشروبات المنبهة مثل القهوة، كذلك الإقلاع عن تعاطي المشروبات الكحولية والترشيد من استهلاك الطماطم والبصل والشوكولاتة، والتقليل من استهلاك الأطعمة الحامضة كالليمون والكيوي والأناناس، والابتعاد عن الأكلات المالحة كالسمك المملح، والابتعاد عن الخل والخردل. يجب عليك أن تشرب يوميا من 7 إلى 10 أكواب من الماء، فالماء يريح الجهاز الهضمي وييسر عمله ونشاطه، وهو أفضل علاج للحموضة والحرقان. فاحرص أيضا على تناول الأطعمة الغنية بالألياف كونها تهضم بسرعة على عكس البروتين والدهون. احرص على تناول زيت الزيتون. احرص يوميا على تناول زيت الزيتون والزج به في وجباتك، فزيت الزيتون مهدئ للحموضة ويحافظ على سلامة المعدة ويقوي المادة التي تبطنها من الداخل. بالإضافة إلى زيت الزيتون، هناك وصفات علاجية بإمكانك الاعتماد عليها وصنعها بنفسك من خلال مكونات مطبخك، مثل عصير البطاطا النية، فعصير البطاطا يقضي على الحموضة ويهدئ المعدة. هو الآخر، فاحرص على تناول اللوز الأخضر، فحبات اللوز الأخضر تحتوي على نوع من البروتين
يغلف المعدة ويقويها من الداخل، فيحصنها ضد التآكل وفتك الحموضة. أيضا احرص على تناول كافة أنواع اللبان والألبان ومشتقاتها، فهي تكافح حموضة المعدة وتيسر عملية الهضم داخل المعدة وخارجها، أي في الأمعاء. إضافة إلى كل هذه السلوكيات، تجنب دائما ارتداء الأحزمة الضيقة، فهي تزيد الضغط على المعدة، واحذر الإفراط في مزاولة التمارين الرياضية، فهي تزيد من الضغط على المعدة وتسبب الحموضة. تناول الآيس كريم بنكهة الفانيلا أو الحليب من شأنه أن يرطب المعدة من الداخل أيضا، ويقضي على هذه الحموضة.